عن جد أنا آسف يا فرح، ما كان بدي اياكي تسمعي هالشي مشان ما تتضايقي. بتعرفي أنا ما بيهون علي زعلك. ماشي يا عمار، بس أنت واقف بجهة وعيلتي واقفة بجهة. اللي قلته عن عيلتي، يعني كل اللي قلته لليوم ما استغربته، بس هذا اللي قلته بالآخر عن جد خلاني ضيع. فرح، قلتلك عدنان مرعش كان مثل أبي، وفي مسبح لقيته محل من قتل، طلعت لواحد من زلم بكر. عمار، أنت عم تتهم على أساس فرضيات. بعد المحكمة حكيت مع أبي شغلة بكر مثلا، أبي تركه لبكر من زمان. ما تكون متحامل، ما بسمح لك تضل عم تعذب عيلتي مشان تصفي حساب. بعزك كتير. ما بدي افقدك فرح، وانا كمان، يعني انا كمان ما بدي اخسرك. بس اذا بقينا صب لك كمان كاس. ايه طيب. انا انسحبت من المناقصة. سحبت؟ امتى؟ من شي يومين. منيح، شكرا. لا ما في داعي تشكريني، ما هو كان شغل. بصحتك. بصحتك. عمار أنا آسفة، مو بقصدي. لا ولا يهمك، ما صار شيء. عن جد أنا آسفة كتير. خلص مو مهم. فرح اهدي. يا ليكي، أنا رح أروح غير تيابي وأرجع دغري. طيب غصباً عني، ما تأخذني. لا ما صار شيء، هاي تيابي ليكن جوا، هلا بس نولي بنطلون وبرجع. ايه منيح، بشرب لي كاس لبين ما تبدله. انا شوي وبرجع. صحيح انتي بردانة شي؟ تمام الجو منيح. مزبوط والله، شتوية تأخرت، من حظ العمال كنا نموت من البرد بحوض السفن. ايه كنت روح لهونيك احيانا، شفتك مرة. ايه وانا شفتك وقتها، كنت واقف مع حسن مرأتي، قلتي لنا يعطيكم العافية. وشفتكم مرة تانية. عن جد؟ امتى؟ كانت نرمين معك. الحياة غريبة، ما هيك؟ هذا أكيد حسن، عن إذنك. كان بده يروح على بنت الكروينجي أولو. راح علينا أحلى مشهد بالعرض كله. لما يبلش العرض مرة تانية لازم نعلق على الباب لوحة ممنوع الدخول. ليك أهم شي هلأ إنه نخبر نعمان. ماشي، ونحجز له المعلم محل باللوج، نحضر حالنا أحسن. فرح خانم كيفك؟ أنا منيحة، وأنت؟ أنا يمكن زعجتكم، ما الوقت مو مناسب هلأ. معقول الحكي يا حسن؟ فرح خانم مو غريبة، شرف عود. ليش لا؟ رح جيب لك شي تشربه. لا قوم ساعدك. لا 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 ارتاحي أنت. شو أنا ضيف؟ ما بدي شي، أصلا بدي روح.
لا خذوا راحتكم، بدي روح بعد شوي. وين؟ ما شفناكي. معلش بدي روح. هيك طيب. لك عمار. امتي بسرعة والله كأنك رجل أعمال. مع أنه بيلبق لك. ماشي باي. مع السلامة فرح. خاطرك حسن. شو عندك بكرة؟ رايح على الشركة بس. عم قول لحالي نفطر سوا إذا كان عندك وقت. إيه ماشي منحكي الصبح. معناتها بس يخلص شغلك اتصل فيني. طيب تصبح على خير. معقول يا عمار هالبنت شو ظريفة؟ عن جد فرح اسم على مسمى. في خبر عن الأصلع شي؟ هلا كنت هنيك لسه ما راح الشركة. والمسلخ؟ كمان ما راح. بس ترك نجدة هنيك إذا صار شي بيتصل. مفهوم. إنه قديش صرنا عم ندور عليه وما لقيناه. والله رح جن. من لاقيه؟ لا وصفا أكيد ما لقى. ولا كانت بينت جثته. نحن بدنا إياه حي أو ميت. خليك مفتح عيونك. وين بده يروح إلا ما يظهر. يلا تعفوت. قلت لك يا صفا بيك بده ينسحب من المناقصة ويبعد عن العائلة نهائيا. الحقيقة ما قصرت يا خياط. بيقول المثل عطي الخبز لخبازه. تسلم. أنا دائما عند كلمتي يا صفا بيك. اتصل فيني بالتليفون وقال لي إنه بده ينسحب من المناقصة. ماشي. شو مشان عدنان مرعي صار شي؟ هاي المشكلة. بلكي ما بعد. ها؟ ولا يهمك. بده يبعد صفا بيك. يا بيستعمل عقله وبيبعد عن هالشغلة يا أنا اللي رح ذكره. وأنا معك مثل ما قلت. كل كبير في أكبر منه صفا بيك. بيبعد غصب عنه. معلم هي أول دفعة. حلو. تمام. خليكن عم تراقبوا. ماشي معلم. معلم عدم المؤاخذة. تعال همام تعال. شو هذا اللي بيدك يا ابني؟ سيدي معلم. سيدي شو؟ سيدي معلم. لك فهمنا وبعدين. حطه بهاي اللي ما بعرف شو اسمه وخلينا نشوف شو هالسي دي. ولك حطه يا ابني في حدا غريب هون؟ مثل ما بدك. انسحبت من المناقصة. انسحبت؟ امتى؟ من شي يومين. منيح شكرا. لا ما في داعي تشكريني. ما هو كان شغل. بصحتك. بصحتك. عمار انا اسفة مو بقصدي. لا ولا يهمك ما صار شي. عن جد انا اسفة كتير. يلا طفي. خلاص مو مهم. فرح هلأ فهمت ليش انسحب من المناقصة.
انسى شغلة المناقصة وانسى شغلة عدنان مرعش. حاليا رجالي عم يراقبوه. قول شو بدك منعمل؟ لازم يفهم انه هالشغلة مو مثل بقية الشغلات. ربوه نعمان، جيب احسن زلم عندك تاخذهم معك وبتربوه عند بيته. مو غلط معلم. يلا لنشوف لنشرب بصحة العرسان الجدد. بصحتك. صحة. أنا كنت بتمنى إنه العرس ما يصير هيك بالسر مثل المهربين، بس شو نساوي؟ ما في بإيدنا شي غير نسمع منكم ذكريات السياحة. كيف باريس؟ صار لي زمان ما رحت. مثل ما قلت لك ماما، ما شفناها كلها. باريس مدينة كبيرة كتير وبدك وقت كتير لحتى تقدري تشوفيها كلها. بلكي بالمرة الجاية منقضي وقت أطول فيها. هاي أول سفرة إلك برات البلد مع نرمين، ما هيك؟ أين بلا ماما، أول سفرة لقلنا سوا. بعرف مو أول مرة بتسافر، بس سافرت نرمين شي لبرا قبل هالمرة؟ حبيت أعرف. لا، هي كانت أول سفرة. نرمين بتعرفي إنه ماما بتحب روما كتير لأنه قضت فيها شهر العسل؟ إيه، روما مدينة ساحرة. معك حق ماما، عم فكر المرة الجاية نروح لهونيك. كانت أول سفرة؟ معلوم. أي دخيلكن هلأ، تركونا من باريس وروما. اسطنبول أحلى شي والله. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا يا بنتي. كيفك فرح؟ منيحة. روحي. أهلين. مبروك. عقبال عندك. نرمين فرحت لك كتير، بالسعادة إن شاء الله. شكرا فرح. أي فرح، حضرتي حالك مشان العرس؟ معقولة؟ يلا عادي. ماشي نجدة، قل له يروح ينام ببيته. نجدة بكفي اليوم، روح نام ببيتك. طيب أنا بدي أفهم هالكلب وين متخبي؟ كم يوم مضوا ولا في عنه لا حس ولا خبر. رح نلاقيه، نحن عم ندور عليه وصفا كمان عم يدور، والدائرة عم تضيق عليه كتير إلا ما يبين بالآخر. مزبوط، بس ما يلاقيها الواطي صفا بالأول والباقي كله سهل. عمار أنا رح أمشي حاجة. وين تمشي؟ نام هون. لا يا حبيبي، خليني بيت ببيتي أحسن لي. خاطرك. ليش هالعجلة؟ خلص كاستك. شربت كثير. توفيق، مثل ما قلت لا بدي زيادة ولا نقصان. عم تفهم منيح؟ فهمت معلم. حلو. شو عارف؟ تمام. طيب هلا هو وحده بالبيت، تتصل فيني بس تخلص. تأمر معلم. يلا روح. توفيق المعلم زعلان، تذكر. تأمر معلم نعمان، انت لا تشغل بالك. ممتاز. صحتك حبيبتي.
أنا لهلأ ماني مصدق صرتي مرتي. أيام وشهور وأنا عم أتخيل إنك رح تصيري مرتي. عن جد يا ريت ما راحت أمك. تروح ما بتفرق. بهي اللحظة ما بدي غيرك يا نرمين. قومي نطلع لفوق على الغرفة. حاسس حالي تعبان شوي. نرتاح فوق أكتر. موافقة؟ يلا. طيب مثل ما بدك منروح. بس ممكن روح على الحمام؟ طبعا يا عمري. نرمين حبيبتي فيكي شي؟ لا ما في شي. يا عمري انت يا حياتي. والله لأعمل لك عرس طنطا وبعدها ما حدا بيمنعني عنك، وأنا رح أموت لحتى تكوني بين إيدي. بس اصبري علي كمان شوي، بس حتى تكون سعيدة. إيه؟ انتي منيحة؟ اي. ما احلاكي. انا بحبك. لحظة يا عروسة. اوبا. نرمين اسمعيني، لازم تكوني عرفتي إنه أنا عن جد ما فيني أعيش بدونك أبداً. أنا حياتي كلها لإلك نرمين. بعرف أيمن. ممكن أتحمم؟ طبعاً حياتي. Thank you.
بعد عن فرح كروانجي أغلو وبتنسى قصة عدنان مرعش بالمرة جد. أهلين سوسو، شو أخبارك؟ إيه ولا شي، قعدنا وحكينا. لا أنا بالغت شوي، يمكن انسحب من المناقصة، هو هيك حكالي. حكينا بالبيت. أهلين صفا بيك. الست نامت؟ إيه يا بيك. طيب وفرح؟ ما بعرف، روح شوف لك ياها. خليكي أنا بشوفها. طيب فيني روح نام؟ روحي نامي. فرح؟ فرح؟ أميرتي الصغيرة ولساتك هيك. إذا الواطي الكوسوفي بيلمس ولو شعرة من راسك الحلو طربق الدنيا فوق راسه. عمار من جهة
وعيلتي من جهة. شو الحل يا ربي؟ اعطيني معلمك. كول صوفيا على التليفون معلم. شو بدك يا كول صوفيا؟ اسمع منيح، الليلة الساعة 12 أنا جاي على محلك. اللي بدي لاقيه باليخت أو حوالين اليخت هي آخر ليلة إله. كوسوفي لا تقول كلام ما لك قده. أنا قلت اللي عندي يا خياط، والليلة بفرجيك. نعمان شو هالزلمة هاد؟ مين مفكر حاله هاد؟ قال شو هي آخر ليلة للكل، واللي بيهرب بينفذ بروحه. شو هالعلاك المصدي هذا؟ هذا مجنون شي؟ عنده نقص بعقله؟ نبه فوزي وخلي يوزع زلمه بكل محل من عند المدخل. ولو ما عم تدخل الشغل بعقلي، بس مثل ما قلت، إذا طلع مجنون، إذا تجرأ وإجا، فرجوه مين نحنا. بتطخوه من لما تشوفوا سيارته، ما بدي يطلع صاغ أبداً. مو غلط معلم. اللحمة منين اجتنا هالشغلة؟ سلام عمار، لا كيف بيعملوا معك هيك هالواطيين؟ لك مو محرز لك حسن، تعال فوت لجوا. هاي تركنا المناقصة. مو هذا الموضوع الوحيد. ليش شو في موضوع تاني لعم عدنان؟ ايه وكمان شغلة. شو هي؟ حسن خلصنا هلا فوت، بعدين بنحكي. فوت تعال. عود شوي خد راحتك هلا بيجي. يابا تعال لك. خلصنا حسن، قوم عنا شغل. لك شكري وينه؟ نرمين، نرمين، صباح الخير. صباح النور. يمكن الفطور صار جاهز حبيبتي. طيب إذا بدك منقلهم يجيبوه لهون، أو لازم ننزل لتحت؟ مننزل. مبارح وأنتي عم تتحممي راحت علي نومي. أنا بصراحة ما حبيت فيقك. مو مشكلة حبيبتي، حضري حالك وأنا رح أفيقها لفرح. شو رأيك؟ خلينا اليوم نفطر كلياتنا مع بعض، تمام؟ تمام. صباحو يا حلوة. صباح النور. ليكي نازلين نفطر أنا ونيرمين سوا، شو رأيك تنزلي تفطري معنا؟ أنا كنت بدي أفطر برا. أي فكرة؟ إذا بدك بحكي مع نيرمين ومنروح سوا على البوسفور ومنفطر هونيك، شو رأيك فرح؟
بلاها، أصلاً الوقت تأخر. تأخر الوقت؟ خلص منفطر هون. تراجعت عن الفكرة، منطلع مرة تانية. تمام، يلا لك. قالكن معلمكن الخياط شو بدي؟ معلوم صفا بيك، قالنا. انتو منتبهين منيح للي بدي اياه، ها؟ ما عم أمنكن على مالي أو روحي، أنا عم أمنكن على شخص أهم من هالشغلات بكتير، على بنتي. ما بتتركوها ولو لحظة واحدة، لازم تكونوا أقرب إلها من ظلة، خاصة إذا هذا الكلب الكسوفي بيقرب منها. فهمتوا ما هي؟ فهمنا معلم. حلو، افتحوا عيونكم مزبوط. حتى ظل الكسوفي ما بدي اياه يقرب من بنتي، فهمتوا؟ طمن ولا يهمك معلم. أساس تفطر مع فرح؟ أي والله مزبوط. فهمت عليك. بس شهادة السواقة تعرف لازم أحكي معها. روح أنت سبقني. طيب. صحة يا خانم، شكرا لك. باين عليكم اليوم ساكتين كتير. لا ما في شي ماما. كمل أكلك لكان، ما أكلت لقمة. بنتي شبكي أنتي كمان؟ أنا أموري منيحة. انتوا كملوا. الو، في شي؟ ما في شي، مثل العادة. ايه فرح، انا اسف، كنا متوعدين نفطر سوا بس طلع عندي شغل مهم كتير. ما في مشكلة. شهادة السواقة تبعك نسيتيها عندي. عن جد؟ مو مشكلة، بعد الظهر بمر باخدها. بعد الظهر؟ والله يا فرح ما بتصور اني رح كون بالشركة بعد الظهر. طيب معناتها اتصل فيني المساء، يعني بعد ما تخلص شغلك. فرح بدي شوفك بس ما بدي وعدك واطلع قدامك بالخجلة. المشكلة انه عندي شغل كتير بالايام. بكرة بتصل فيكي. تمام؟ ماشي، اوكي. معناتها تتصل فيني امتى ما بدك. طيب بخاطرك. الله معك. عنده شغل؟ ماشي بلاها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايه عمار، وبعدين
ما رح نسكت له ما؟ بالأول لازم نهدى، معنا وقت للساعة 12. تفضل. فرح جاي قلك كلمتين. تفضل بابا. شراكتك مع الكسوفي خلصت تماما ما؟ ايه بابا خلصت، ما بقى في شي ينحكى بهالموضوع ابدا. ايه معناها ما بقى في سبب يخليكي تلتقي فيه، مو هيك بنتي؟ بابا إذا بدك الحقيقة أنا بفرجيكي بعينك مين هو هذا الزلمة، ما بدي تدافعي لي عنه، مو هيك؟ منيح، مبسوط كتير لأنك بديتي تشوفي الحقيقة. إيه بالمناسبة لمجرد الاحتياط بس، أنا جبت زلمتين مدربين منيح مشان يديروا بالون عليكي. اليوم ببلشوا شغل. بس يا بابا. لا تقلقي، هن بيعرفوا شغلهم، انتي ما رح تحسي حتى بوجودهم. ما رح يضايقوكي ابدا، بوعدك يا فرح. تمام. هلا شو بدنا نعمل مع الخياط؟ بدنا نخزقه ونرد نخيطه مرة تانية. هلا انت روح على المينا، بتشوف وين عم يتمركز رجاله وبتحدد عددهم بالتمام. طيب شكري، دخيلك انتبه، اي غلطة بنغلطها بتدفع ثمنها روحك. حاضر عمار. عم بسمعك. حلو، طيب وين؟ سامعك كمل يلا. وين تأخر العيران ولا سلمو؟ البيت بشارع غازي جاهز؟ ايه معلم. حلو، هاي آخر ليلة إلنا هون بلا ما نبين بك المحل. حتى بعد هالجلسة روح أنت وعرب شوي لهنيك، حتى إذا صارت كبسة بلا ما نتعبى كلياتنا سوا ونروح دبلك هيك. فهمت علي؟ ايه معلم. بدر فهمتوا لا؟ بدر فهمتوا لا؟ بتضلك معي هون. فهمت معلم. ان شاء الله. ليش تأخرت؟ ان شاء الله ما رحت هون وهون. يعني وين بدي روح؟ جبته من المحل اللي هون. ايه صفا بيك، مكان بكر؟ ايه سامعك. ايه ها ايه فهمت عليك. ماشي نعمان تعال شوف، تعال
مور معلم. إلك عندي بشارة يا نعمان. خير معلم. عرفنا محل بكر. ولا أخذت البشارة ضحك بقى. روح لبكر وفهموا إنه الله عطاه دانتين وتم واحد. يلا روح حط لنا توقيعك المشهور وارجع لعندي. أبشر معلم. اجوا الأولاد من المدرسة؟ إيه أمي. سلمي لي على أبي. بتصل بعدين. إيه بخاطرك. شو صار؟ مثل ما توقعت يا عمار. الخياط زرع كلابه بكل محل. يعني دخلتنا لهني رح تكون صعبة كتير. راح ندخل. راح ندخل وما راح يحسوا علينا. يعني شو اللي بدنا نعمله؟ أنا بفتحه. اسمحوا لي بدي روح لعند رفيقتي. يعني لإمتى هاللعبة؟ رح تضلوا ماشيين وراي هيك مثل الدنب؟ بس هذا شغلنا يا فرح خانو. فعلا شي غريب. يعني وين ما بروح بدكم تضلوا عم تلحقوني؟ إذا بتمحينا من مخك ما رح تحسي بوجودنا يا خانو. صفا بيك هو اللي أمر بهذا الشي. لا تعملي لنا مشكلة يا خانو. أنا عم بعمل مشكلة؟ إذا في مشكلة بالنص أنتوا اللي عم تعملوها. ما فيني أمحيكم من مخي يا أستاذ. أنا آسف، هي أوامر صفا بيك. شي بجنن، جننتوني. إيه ميسون، ممكن أنت تجي لعندي؟ أنا ما فيني أطلع من البيت اليوم. لا مو مريضة، لما بتجي بحكي لك. شو صاير؟ شفتك عم تعيطي برا. في مشكلة مع الشباب؟ لا ما في شي مستاهل. مين هدول؟ بابا هو اللي مكلفهم يلحقوني. مفكرين بدهم يحموني. بدهم يحموكي؟ ليش ومن مين؟ ايه انا شو عرفني؟ هيك بده الوالد. مفهوم. طيب شوفك بعدين. ماشي نرمين. انتي منيحة حياتي؟ اي ايمن. نرمين شفت فرح وباين عليها تعبانة ومعصبة. تعرفي ليش؟ صاير شي معاها؟ معصبة من الحراس اللي حاطهم ابوك. حراس؟ طيب نرمين انا لازم اروح على الشركة هلا مشان المناقصة.
ما رح اتأخر عليك، عم فكر انه المساء نطلع ونتعشى انا وياك بشيرنا. هلا اروح على شغلك، المساء بنحكي. طيب ياكل بيت معلم. رجال القبضاي بصون عرضه، بعدين بصون لسانه كمان. اسمعوا لا حيوان، اذا بيكون وراك جيش بدي خليك تندم على اللي عم تعمله اليوم، فهمت؟ ما سمعت؟ صون لسانك. ايه وبعدين شو بدك تموتني؟ اذا اضطريت بدبحك مثل الغنمي. اجي لك خمرتين باليوم. شو عملت؟ اصبعي. لسه في أربعة، دير بالك. ولك انا بدي طلع الفرقولة بكره بتشوف. بدي افرمك على الناعم. ناعم بتشوف. بدك تترجاني وانت عم بتقول يا بكر موتني موتني. الله يخليك راسي اصلع، واللي بعدين بخلي صوتك يطلع من صلاتك. ايه ما بدي اياك تموت من النزيف. عرب تعوا بسرعة، اتركوا اللي بيديكم وتعوا لهون. شو قصده من هالشغلة؟ ما فهمت. مضينا وقت حلو المساء، بعدين طلعت من بيته مستعجلة، والصبح حكى معي ابن شافي. وانتي ليش لا تطلعي مستعجلة؟ اجا حسن رفيقه، ما بعرف حسيت كأني انمسكت. لحظة، ليش حسيتي انك انمسكتي؟ بالنهاية حسن شريكه وزميلك بالشغل. طلعي فيني إذا صار أي شيء وما جبتي لي سيرة عنه، رح أزعل منك. ها عن جد ما صار شيء إلا شوي. ليش سكتي؟ يلا كملي. لولا شوي كنت بسته. كان بيناتنا انجذاب غريب. أيوة كنت بعرف رح يصير هيك شيء، توقعت. إيه وأنتي ليش متضايقة؟ لأنه حكى معك ببرود؟ إيه أنا شو عم بستنى؟
هي أول مرة بحياتي بتصير معي هالحالة. غريب، مشاعري بترتفع أكتر وأكتر وأكتر، بعدين كأنها بتضرب بحيط وبترتد منه. هالوضع صعب كتير، هو بيعيشني هالحالة عطول. لما بفكر بليلة مبارح بنفعل كتير، قلبي بيصير يغلي ودقاته بتزيد، بس بعدين بلاقي حالي كأني عشت هالشي مع خيال أو شبح، وأنا لحالي مع الوهم. عليكي وقالوا لي الخدم انك هون. شو اللي مقعدك هون بالبرد؟ ولا شيء، قاعدة عم بشرب. هاتي هي، الجو بارد، بدك تمرضي يعني؟ لا شوف، ماني بردانة. فيكي شي حبيبتي؟ في شي مضايقك؟ لا ما في شي. طيب يلا نفوت لجوا، هلا بتعملي دوش وبترتاحي. يلا حبيبتي. عملوا مثل ما اتفقنا، وكل ما انتبهنا منيح ما حدا فينا بيتأذى. يلا خلصت العملية معلم. معناها جبت لي هديتي، ما هيك نعمان؟ طبعا جبت معلم. هاي مثل هدية العيد يا نعمان. مزبوط معلم. نعمان، تفقدت الشباب شي؟ طبعا معلم. فرجينا يا كوسوفي لنشوف شو رح يطلع معك. عم نستنى. نعمان تعال. مور، كل شي تمام يا نعمان؟ طبعا معلم. هم.
هيكو اجت كوسوفي. قولوا يا معلم.